طيب قبل ما نروح للاخبار، معانا على الهاتف الكابتن الكبير كابتن احمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب الاسبق ومدرب حراس مرمى سموحه حاليا. كابتن احمد صباح الفل عليك، مشرف ومنور ومليون مبروك فوز منتخبنا النهارده. مبروك علينا جميعا كريم، ودايما كده يبقى فيه بهجه وفيه نتائج كويسه، وان شاء الله اللي جاي يكون افضل باذن الله. طيب انا لازم اسالك في الاول على الشناوي وابو جبل، الاثنين النهارده متالقين، الاثنين رائعين، الاثنين عملوا اداء رائع جدا، سواء الشناوي على مدار الوقت اللي لعب فيه او حتى ابو جبل بعد ما نزل. طبعا النهارده حارسين كبار جدا، خبره كبيره، وزي ما قلنا قبل كده ان لازم يكون متواجد ابو جبل في التشكيله، والنهارده احتجته ولقيته حارس عنده ثبات مش طبيعي، لعب كانه يعني موجود في الملعب، لعب منافسات كبيره مع نادي الزمالك. وانا كان رايي كمان ان ناخد حارس ثالث برضو خبره زيهم كده يعني، وحارس صغير، لان دلوقتي انت اللي موجود ابو جبل، ولو حصل اي حاجه هتبقى مدي حارس صغير ممكن يلعب كويس قوي وممكن يتاثر بالاجواء. فلو كان في حارس ثالث برضو عنده خبره كان هو ده الاختيار الافضل، زي ما عملنا في كاس العالم في روسيا. لكن طبعا الاثنين ادوا اداء رائع جدا، الشناوي قبل ما يطلع يعني كان ليه دور مهم جدا في ابقاء النتيجه بدون اهداف، ونزل ابو جبل خرج كره صعبه جدا، شاطها في حته مزنوقه جدا، ضربات الجزاء يعني الضربه اللي تصدى ليها هي اللي وصلتنا. طبعا مش عايز يعني اقول ان ابو جبل هو اللي وصلنا، لكن الفرقه كلها ككل من اول الخطه والطريقه وتنفيذ السيستم بتاع المدرب وبذل الجهد والالتزام والصرامه في تنفيذ واجبات المراكز، كل الحاجات دي ادت ان احنا كان جيم ايكوال يعني، يعني يعني ممكن نكسب ممكن هم يكسبوا، يعني بقينا ند الفريق كبير. فده ممكن يحصل في مباراه المغرب، وممكن يحصل في مباراه الجزائر، ممكن يحصل في مباراه السنغال. اذا لعبنا بالشكل ده هيبقى عندنا فرصه ان احنا نكسب، زي يعني فرقه قويه بتلعب فرقه قويه، فالنتيجه تبقى في الملعب، ما يبقاش عندنا يعني ضعف في خطوط، عندنا نقص في تنفيذ الطريقه. النهارده لعبنا بشكل اداء ممتاز، بعناصر نفذت بشكل جيد جدا، فالنتيجه طلعت ان ربنا سبحانه وتعالى ادانا يعني هدية في ضربات الجزاء وتأهلنا الحمد لله. أنا كنت بقول قبل ما حضرتك تدخل على طول إنه بلاش حد يقول بقى إن النهاردة اللعيبة وروحهم وأدائهم بس هو اللي كسبنا، في مدرب كمان وجهاز فني بره اشتغلوا، يعني ما ينفعش يبقى في الخسارة بس يا كابتن أحمد نلوم على المدرب. لا 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 خالص، التشكيل كان رائع والخطة والطريقة كانوا رائعين جدا. التغييرات كمان، التغييرات كانت ممتازة. والتغييرات كانت منطقية جدا جدا جدا. صحيح. كل الحاجات اللي اتعملت كويس فالنتيجه كانت كويسه. صحيح. طيب حضرتك طبعا اتعاملت مع البطولات الكبيره ديت وعارف ان الامور البدنيه فيها بتبقى صعبه شويتين، احنا هنلعب المغرب يوم الاحد ان شاء الله، لعبنا 120 دقيقه النهارده، نتعامل ازاي مع الامور البدنيه والفنيه في هذه المواجهه الكبيره اللي اكيد حضرتك عارف انها كبيره جدا قدام المنتخب المغربي؟ لا يعني انا بقصد ان طالما ان يعني كل الفكر اللي كان قبل المباراه بيخدم المباراه ايا كان المنافس، فانت عندك فرصه ان انت تجيد، وهو ده المطلوب يعني. ما يعني دلوقتي النهارده السنغال مثلا وهي بتتفرج عليك فاكيد هتبقى عامله مليون حساب، لان انت هيبقى في عندك عناصر بتنفذ ومدرب بيفكر وتقدر تطلع بنتيجه كويسه وتعمل حساب المباراه اللي بعديها. فده هو ده اللي احنا شفناه النهارده حقيقي، ما حدش يقدر ينكر، اللي ينكر ده يبقى جاحد يعني. صح صح. كابتن الكبير كابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر الاسبق ومدرب حراس مرمى فريق سموحه حاليا، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه كالعاده.